بريدك يا صديقي ذا بريدي، أصافحه فيسري في وريدي، أضم شكاتك العطشان حل لآخذها إلى الرأي الرشيد. لربك رحمة تسع البرايا، وما خابت دموعك في ودودي، فطب نفسا شجي البال، أبشر بعيد الهم بالقلب السعيد. بريدك يا صديقي ذا بريدي، أصافحه فيسري في وريدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا شاب طموح، أحب النجاح وأطمح إلى البروز والتميز، هذه ميزتي وربما مشكلتي في الوقت نفسه. شعاري الإتقان وحكمتي إن لم تكن الأول فسيان الثاني والأخير. لا يعجبني أي عمل ولا يرضيني أي نجاح، ولذلك فأنا لم أعمل، لم أتحرك، لم أتقدم، لأنني أشعر أنني لست جاهزاً وأن العمل الذي أريده لم يرتقي إلى مستوى معاييري وطموحي. أتعبني طلب الكمال وأوقفني عن المسير، فأصبحت مكبلاً. لا أنا تحركت ولا أنا رضيت بمكاني، أرجوك ساعدني، فقد تعبت عنقي من النظر إلى الأعلى وسئمت الوقوف مكاني. مرحبا بك أخي الكريم، وهنيئا لك هذه النفس التواقة والرؤية البراقة. أعجبني تشخيصك للمشكلة وتركيزك عليها. نعم يا صديقي، التميز والإتقان ميزة إن لم تضبط تحولت إلى مشكلة تعيق حياتنا وتفسد مشاعرنا. الكمال يا صديقي قيد من ذهب، جميل براق مرغوب مطلوب، ولكنه في النهاية قيد نكبل به أيادي العمل والأمل.
لا بد أن يكون عملي بلا أخطاء أبدا كمال، لا بد أن أحصل على إعجاب الجميع كمال، المفروض أن أحصل على ممتاز في كل شيء كمال، لا بد أن أكون الأفضل كمال، الأسرع كمال، الأجمل كمال، الأول كمال. ينبغي أن يكون التميز في الأداء والكمال في الأعمال مطلبا نسعى له، لا عائقا يقف أمام البدايات أو سببا نسقط عليه قلة المبادرات. فسياسة نكون أو لا نكون، وثقافة يا أبيض يا أسود، وأدت الكثير من الأفكار وأوقفت الكثير من المشاريع. فخطط للأفضل واعمل الأجود، فخير الأعمال ليس أدقها ولا أكملها، ولكنه أدومها وإن قل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. وفي هذا الحديث إشارة بل بشارة بأن الله لا يطالبنا بالكمال ولا يحاسبنا على المحال، فالإنسان ضعيف عاجز عجول جهول، وربه عفو غفور رحيم تواب، يغفر الذنوب ويتجاوز عن الخطأ ويفرح بالتائب. فالخطأ يا صديقي ملازم للإنسان متوقع منه، فليس من الخطأ الوقوع في الخطأ، بل الخطأ في تعمد الخطأ والإصرار عليه وفي عدم التوبة منه. وهذا الحديث يجدد الأمل ويبعث على العمل، ويبدد اليأس ويطرد القنوط من النفس. نعم للصواب، نعم للخطأ، لا لتعمد الخطأ. عندما نؤمن أن الخطأ وليد التعلم وصديق المتعلم، وأنه أحد مقادير خلطة التجربة وركن أساس في بنية الخبرة، عندها سننظر إليه على أنه مستشار نتعلم منه، لا قاض يأمر بسجننا في زنزانة الفشل. فارفق بنفسك وتذكر أنك بشر، لن تستطيع أن تكون متميزا دائما، لن تستطيع أن تفعل كل شيء بمستوى الدقة والإتقان نفسه دائما، لن تستطيع أن تكون دائما أفضل من غيرك، لن تستطيع أن تكسب دائما، تربح دائما، تفوز دائما. يقول أنس رضي الله عنه: كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى العظباء، وكانت لا تسبق، فجاء عربي على قعود له فسابقها، فسبقها، فاشتد ذلك على المسلمين وقالوا: سبقت العظباء، سبقت العظباء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. هذه هي القاعدة، فلا تحاول أن تكون ظاهرة استثنائية حتى لا تكون ضحية تقليدية في معركة البحث عن الكمال. ارفق بنفسك وتذكر أنك بشر يحمل في داخله نفسا لا تحتمل فوق طاقتها، فاتقوا الله ما استطعتم، ما كلف الله نفسا فوق طاقتها، ولا تجود يد إلا بما تجد. مسكين ذلك الإنسان يستدين لشراء سيارة جديدة أو بيت كبير أو ملابس غالية أو أجهزة حديثة ليكون الأجمل والأفضل والأول. مسكينة تبالغ إن أقامت مناسبة، تبالغ إن قدمت هدية، تبالغ إن تولت مسؤولية. ليس في الإحسان عيب يا كرام، ولكن العيب كل العيب في المبالغة والتكلف. طالب الكمال يتعب قبل أن يبدأ، وينطفئ قبل أن يشتعل، يخطط ولا ينفذ، وإن نفذ لا يستمر. طالب الكمال يعمل وحيدا، يعاني وحيدا، يعيش وحيدا، لا يعجبه أحد ولا يرضيه عمل، يعتب كثيرا ويتذمر كثيرا، يبدع في النقد والتنظير ويخفق في العمل والتطوير. طالب الكمال وأمثاله هم أناس يتسابقون بلا خط للنهاية، ويفرضون على أنفسهم قيودا يكبرون بها راحتهم وحركتهم، ويبذلون الكثير ويخسرون الكثير ليحصلوا أحيانا على القليل. ولا تفسد حياتك، فكثرة المعايير تجعلك تسعى خلف الكمال، وتتحسس من الوقوع في الأخطاء، وتقضي على التلقائية والعفوية في حياتك. اخفض معاييرك يا صديقي، واقبل بأن تفوز وتخسر، واقبل بأن تكون الثاني وليس الأول. خفف معاييرك ولا تتحسس من الوقوع في الخطأ، قلل معاييرك وابدأ قبل أن تكتمل الاستعدادات وتتوفر كل الإمكانات. فالنجاح في الإكمال لا في طلب الكمال. اقبل بالتدرج،
اقبل بالبدايات البسيطة، اقبل بالجيد، ولا تتوقف إن لم يتوفر الأجود. لا تبالغ في الاستعداد والتحضير والتهيئة والتحسين، فمن يريد أن يقود سيارته في الليل تكفيه إضاءة سيارته، ولن يكون مضطرا لإنارة المدينة كلها من أجل مشواره القصير. عليك بالقناعة، فهي ليست شماعة تعلق عليها تقصيرك وأخطائك، ولكنها شعور يجعلك ترضى بالموجود بعد أن بذلت المجهود ولم تحقق المقصود. إن طلب الكمال يجعل مساحة عالمنا صغيرة ومحدودة، لأنه لا يسمح لنا أن نتعلم ونتحرك ونتدرج، لا يسمح لنا أن نخطئ ونجرب ونحاول، وبالتالي لا ننمو ونظل صغارا. يقول أينشتاين: أنا لست عبقريا ولكنني فضولي، فضولي يجرب ويحاول ويتعلم، ولو كان طالبا في مدرسة الكمال لما استطاع أن يكون عبقريا. إن طالب الكمال يبالغ في الاستعداد حتى يفقد القدرة على الابتداء، فلا يبدأ ولا يجرب، وتظل الكثير من المشاريع والأعمال حبيسة عقله، ونسي أن الإتقان يأتي من التجربة، والتجربة تأتي من تقبل النتائج ومحاولة تحسينها. في كندا قسم الطلاب إلى قسمين، وطلب من القسم الأول أن يصنعوا أكبر عدد ممكن من الأواني الفخارية، الأكثر هو الفائز، وطلب من الفريق الثاني أن يصنعوا آنية فخارية ذات جودة عالية متقنة. إذن الأجود هو الفائز، وبعد انتهاء المسابقة وجدوا أن أجمل آنية صنعت كانت من إنتاج المجموعة الأولى وليس الثانية، لأن الإتقان والكمال هو نتيجة الأخطاء والمحاولات، ولأن التجارب العملية مثل درجات السلم التي تصعد بها إلى قمة الإتقان والجودة. فاقبل بالأمور قبل أن تتحسن، وحسنها حتى تكون مقبولة. لست ضد الهمة والطموح، ولكنني ضد المبالغة والجنوح، ضد جعل رحلة النجاح مليئة بالتعاسة. فالطموح الصحيح الصحي ينطلق عبر الهمة من أرضية الواقع، فالنجاح ليس وثبة ولا مجرد ضربة أو ومضة، إنه خطوات مستمرة تتعثر حينا وتسير حينا حتى تصل إلى الهدف أو قريب منه، فإن لم يصبها وابل فطل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، أي إن لم تبلغ الصواب فاقترب منه. عاهد نفسك وردد في داخلك: يوجد أفضل مني وأقل مني، ولا يوجد مثلي. سأنافس الناس، إن سبقتهم سأفرح، وإن سبقوني سأجتهد، سأبدأ، سأجرب، سأحاول، فإن نجحت فأنا بطل، وإن أخفقت فأنا بشر، وهذا كل ما في الأمر. فكل شيء بدأ صغيرا، فالكون ذرة، والسيل قطرة، والغابة بذرة، وأنا وأنت نطفة. فقيامك بما تستطيع الآن وفق ما هو ممكن ومتاح يجعلك قادرا بإذن الله على الحصول على ما تريده مستقبلا. فلا تجعل الكمال يحطم الآمال ويوقف الأعمال، ولا تجعل تلك المعايير مسامير تدق بها نعش سعادتك، فلا مرحبا بنجاح يشعرنا بالتعاسة. بريدك يا صديق ذا بريدي، أصافحه فيسري في وريدي.